انا معايا على الهاتف الدكتور عصام ابراهيم المدير التنفيذي لصندوق التامين على الثروه الحيوانيه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وحضرتك طيب. وانت طيب. تواجدكم في الاسواق مهم جدا، لان انت النهارده في قلب الحدث، وصندوق التامين على الماشيه في الفتره الاخيره في نشاط ملحوظ وتوسع في الخدمات. كلمني على اهميه هذه القوافل وعن الخدمات اللي انتم بتحاولوا او بوجودكم في هذه الاماكن بتوصلوا للمربي. ايه هو صندوق التامين على الماشيه؟ الحقيقه صندوق التامين على الثروه الحيوانيه هو دوره الاساسي هو تنميه الثروه الحيوانيه. ايوه. ودور التنميه ده الحقيقه بينتج من الخدمات اللي بيقدمها الصندوق. الحقيقه الصندوق تواجده في القوافل البيطريه او في التجمعات، احنا لينا مشاركه في القوافل البيطريه من خلال التعاون مع المعاهد البحثيه ومع الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومديرياتها في المحافظات. طيب. الحقيقه الدور اللي بيقوم بيه داخل الاسواق او داخل التجمعات، الصندوق الحقيقي بيبقى ليه دور ارشادي. الدور الارشادي هو ان انا بوصل للراجل المربي النهارده كيفيه التعامل الصحي والامن مع الحيوان. انا النهارده في مشاكل ممكن تنتقل للحيوانات عن طريق بعض الامراض، مثلا زي الامراض مثلا الوبائيه. الحمد لله هي الامور هاديه وما فيش اي مشاكل لكن في الفتره الحاليه، لكن الامراض الوبائيه زي ما حضرتك عارف هي عباره عن امراض تنتقل عن طريق الهواء، فبالتالي ممكن جدا انه ينتقل من حيوان لاخر. فانا النهارده ما بنبه المربي كيفيه الحفاظ على الحيوان وكيفيه الرعايه الصحيه ليه المناسبه، دي بتبقى فرصه كبيره بان هو يحافظ على الحيوان بتاعته ويحافظ على الدخل اللي داخل له اصلا. كمان في نقطه ثانيه هي طريقه التغذيه السليمه للحيوان، وهو ده الحقيقي برضه من ضمن الحاجات اللي بيقدمها الصندوق. الصندوق عنده خبره الحقيقي في موضوع التغذيه وفي موضوع توفير العلائق، وده من خلال المصانع اللي موجوده داخل طرف الصندوق. الحقيقي الصندوق بيمتلك مصنعين لانتاج العلف، مصنع في المرج ومصنع في النبريه، وبيقدم عليقه متزنه وعليقه الحقيقي يعني واصله بدرجه كفاءه او تمثيل غذائي عاليه، واخده تسجيل من قطاع الثروه الحيوانيه في وزاره الزراعه. انا النهارده لما بقدم له خدمه، الخدمه دي من خلال الصندوق في ان انا بوفر له عليقه مميزه او عليقه متزنه، وبنصحه لطريقه التغذيه السليمه للحيوان، فانا بالتالي برفع من كفاءه الحيوان وبرفع من انتاجيته، ودي نقطه الحقيقه بيقوم بيها الصندوق. بالنسبه للاسواق، الاسواق الحقيقه وجودنا في الاسواق، السواق دي عباره عن تجمعات للحيوانات بتبقى في اما داخل للبيع او للشراء، لكن هنا النهارده في تعامل مع المربين او المتداولين داخل هذه الاسواق، وبالتالي انا بنشر فكر. الفكر اللي بنشره هو فكر كيفيه الحفاظ على الثروه الحيوانيه الموجوده. طب انا بحافظ عليها من خلال التامين؟ بحافظ عليها من خلال التامين. ليه؟ لان في تعويض كافي لما بيحصل لا قدر الله ان الحيوان يتعرض لاي مشكله، اذا كانت مشكله صحيه من نفوق او من ذبح اضطراري او حتى من سرقه او من حريق، او تعرض لا قدر الله لامراض من الامراض الوبائيه، فبالتالي بيلاقي اللي يقف جنبه، وده اللي بتقدمه وزاره الزراعه من خلال تعويض كامل عن ثمن الحيوان عند ال. طب يا دكتور عصام، انا متاكد من الكلام ده، وعلى فكره مصادفه كنت ببقى موجود في احداث زراعيه وبلاقي حضراتكم بتوزعوا على المربيين قيمه التامين، لكن في بعض الناس يقول لك انا التامين رفض يديني التعويض. ايه هي الحالات اللي بيسقط فيها حق المربي؟ تمام. هي التأمين زي ما قلت لحضرتك الاول، انا النهارده مش الميزه ان انا ياخد رسوم في بدايه فتره التأمين اذا كان للمربي واخد قرض وبياخد وبأمن على القرض اللي بياخده، او ان كان هو بيأمن تأمين عادي، مش الغرض منه ان هو ياخد ان هو يدفع رسوم وفي المقابل ان هو يتعوض بثمن الحيوان لو لا قدر الله حصل نفوق، لا هو مش ده الغرض، لكن الغرض هو الخدمه اللي بتقدم اثناء فتره التأمين، وهو ده الاهم. انا النهارده لما بيعمل له متابعه دوريه، متابعه للحاله الصحيه للحيوانات في زيارات دوريه بتتم تقريبا شهريه، بتبقى لاماكن اللي هي او الحيوانات اللي تم التامين عليها. انا النهارده لما بقدم له هذه الخدمه، اضافه لان انا بوفر له الرعايه الصحيه داخل الوحدات البيطريه والادارات البيطريه الموجوده في كل ربوع مصر. النهارده في تعاون كامل ما بين مديريات الطب البيطري وبين الصندوق، بتقدم الخدمات الصحيه عن طريق المديريه او عن طريق الاداره البيطريه، وبتحمل كافه التكاليف بتاعتها صندوق التامين على الثروه الحيوانيه. لا الاكثر من كده، ان العلاج حتى بيصرف مجاني وبيتحمله صندوق التامين على الثروه الحيوانيه.
فالنهارده اذا كانت اذا كان المربي عنده حاله او عنده حيوان والحيوان ده مريض او في اعراض لاي مرض، ما يتقاعدش في ان هو ما يقدمش الحيوان بتاعه للوحده البيطريه اللي هي جنبه في نفس القريه، فلان هو هيستفيد من الخدمه الموجوده، هيستفيد من علاج الحيوان، هيحافظ على الحيوان الموجود عنده وبالتالي بيحافظ على ثروته. فدي نقطه من نقط من النقاط المهمه جدا اللي بيستفيد منها الراجل المربي، في ان هو اقدم له خدمه والخدمه دي مجانيه، ودي ميزه بيقدمها صندوق التامين على الثروه الحيوانيه. امتى بيسقط حقه في التامين؟ يسقط حقه في التامين لو هو الحيوان مرض وما تمش عرضه على الطبيب البيطري للمتابعه الصحيه ليه. طيب في بعض الحالات يقول لك لا انا تابعت، انا معذره لازم انقل لحضرتك الصوره كامله. انا تابعت والدكتور جالي وبعد كده حصل نفوق وقال لي ابعت لي الودن وعديت له الودن او الاذن يعني وفي الاخر اترفض. طيب هو من حقه يقدم تظلم؟ من حقه يعرف ليه تم رفض طلبه او رفض منحه او اعطائه حقه في التامين؟ تمام. هو بالنسبه للحيوان، الحيوان لو مريض اولا اي حيوان بيكون مؤمن عليه بيبقى له شهاده صحيه. الشهاده الصحيه عباره عن دفتر بتتعمل فيه الزيارات اللي بتتم للحيوان او للمزرعه والتردد بتاعه على الوحده البيطريه، والعلاج حتى اللي بيتم صرفه بيذكر او بيسجل في قلب هذا الدفتر. فبالتالي النهارده انا بوفر لك امكانيه انت تستفيد من هذه الامكانيه او هذه الخدمه. دي نقطه. النقطه الثانيه، النهارده انت تقاعدت عن انك انت تروح للاداره البيطريه او للوحده البيطريه، الوحده البيطريه، فانت كده بتخل بمبدا انك انت توفرت لك وسيله انك انت تعالج الحيوان وتقاعدت عن علاجه. لا، انا بحاول النهارده قدر الامكان ان انا اوفر لك هذه الخدمه وتستفيد. ايوه يا دكتور، بس انا عايز اسال سؤال واضح. يعني انا ممكن اقدم تظلم بعد ما يترفض طلبي علشان يتم بحثه مره اخرى، ولا انا مش من حقي؟ تمام. من حقي؟ من حق المربي؟ تمام. لما بيحصل نفوق للحيوان هو بيخطر الاداره البيطريه او الوحده البيطريه التابعه ليه. بتقوم لجنه من الوحده البيطريه مع فرع الصندوق في هذه المحافظه بمناظره الحيوان اللي هو النافق واجراء الصفه التشريحيه. الصفه التشريحيه بترسل لصندوق التامين على الثروه الحيوانيه وبتتعمل لجنه مركزيه للتعويضات، بيتم عرض كل المستندات بتاعته، وطبعا اغلبهم بيستفيدوا من التعويض اذا كان تعويض كامل او تعويض او نصف تعويض. طب هو النهارده ممكن ما يكونش استفاد من التعويض نظرا لان هو اخلي بيه بعض النقاط. تمام. ايه هي النقاط اللي ممكن اخلي بيها؟ ان هو ما قدمش ما تابعش المتابعه البيطريه اللازمه، ما بيبلغش عن مرض الحيوان، ما حصلش الرعايه اللي هي المفروض ان ده مسؤول عنه ملزم منه، فده ما حصلش. تمام. انا هطلب من حضرتك طلب، فيك اكتر من مشكله جات لي، هعدي لحضرتك ارقامها علشان انا عاوز اقول على الهوا سبب الرفض ايه عشان الناس. طيب في نقطة بس قبل ما حضرتك تكمل النقطة دي. أيوه. هي في نقطة، أنا النهاردة لو اتعرض في اللجنة المركزية ولجنة مركزية أرفعت مثلا إن الحيوان ده ياخد نصف تعويض أو إن هو يحرم من التعويض نظرا لتقاعس المربي، من حق المربي بإن هو يقدم التماس أو تظلم ويرسله إلى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أو يقدمه في المديرية أو الإدارة البيطرية التابعة ليها. تمام. بيرجع بتناقش تاني الحالة في لجنة اسمها لجنة الاستئناف، وفي حالات كتير جدا بتاخد في حالات في لجنة الاستئناف بتاخد التعويض الكامل. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، الكلمة أمانة، وأنا فعلا يعني بقول إن أنتم قمتم بمجهود رائع من أجل تنمية الثروة الحيوانية. أولا الهدف من إنشاء هذا الصندوق إن أنتم ما تحققوش أرباح، إن أنتم ربحكم في تنمية الثروة الحيوانية، وده ربح للدولة. فتطبيق القوانين والقواعد ده شيء مهم جدا، لان انا ما ينفعش ابقى انا مسؤول عن ماشيه ويحصل عندي تقاعس او اهمال واقول ايه اصل التامين هيصرف لي. والشفافيه في هذا الموضوع مهمه جدا. انتم قدمتم خدمات انا بشوفها، الاعلاف اللي حضرتك بتتكلم عليها دي حتى سعرها تنافسي، العلاج انا شفته هو المربي بياخده، المتابعه البيطريه، الندوات الارشاديه، انتم اللي بتخبطوا على الناس تسالوا عليهم. فأنا بشكر حضراتكم فعلا، صندوق التأمين على المشاية بيقوم بدور مهم جدا في هذا التوقيت عشان يأمن المربي. الناس زمان كانت بتقول لي أصل أنا شغال في حاجة فيها الروح ما هياش مضمونة، النهاردة أنتم وفرتوا له عباءة مهمة جدا يقدر إن هو يأمن بيها رأس ماله أو استثماره. هستأذنك
بعض الاسماء اللي موجوده معايا الاعداد هيديها لحضرتك عشان اقول على الهواء سبب الرفض باذن الله. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. بشكرك على هذا المجهود يا دكتور. دكتور عصام ابراهيم المدير التنفيذي لصندوق التامين على الثروه الحيوانيه.